السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج واحد اسمه بريسيس كاد او بريسيس كاد بيم. من البرامج قوية جدا وبيشتغل شغل كاد وبيشتغل شغل بيم وسهل جدا التحميل وسهل الشغل عليه. اي برنامج من برامج بيم لو اشتغلت عليه بتروح للبرنامج الالترناتيف او المنافس ليه او اللي بيعمل نفس المهام بتلاقي نفس الفكرة ونفس الكونسبت، فبيبقى سهل جدا ان انت تشتغل عليه بكل بساطة. باجي هنا بقول له داونلود وببدأ اكتب الايميل بتاعي وبحدد النسخة الويندوز اللي انا هشتغل عليها وبحدد سواء ويندوز او لينكس او ماكنتوش، وبتحدد عايز انهي لغة، وبعد كده بتحدد 64 بت ولا 32، وبعد كده بتقول انا موافق على الاتفاقية وتقول له داونلود. من الحاجات الممتازة جدا ان هو سهل الاستخدام، وانت تقدر تعمل كولبريت من خلال الشبكة، يعني تقدر تبقى شغال في مكان بلد وناس تانية شغالة في بلد تاني وتتبادل المعلومات مع بعض. وده شكل البرنامج اهوت، بيقولك انت عايز اني واجهة، هل 2D ولا 3D ولا ميكانيكال ولا بيم ولا شيت ميتال. خلينا دلوقتي نختار البيم، بيقول لي بروفايل نيم بيم، تمام. هقول له افتح لي نيو دروينج او لو في مشروع موجود قبل كده، او هبدأ من تمبليت لو في تمبليت موجود. بيبدأ يفتح لي الشاشة بتاعت البرنامج، بيقول لي اختار تمبليت، فانا هختار متريك. طبعا شغل التمبليت بيبقى افضل، بيسهل عليا الشغل بحيث بشغل شويه الاقي حاجه ناقصه وابدا ادور عليها واحملها. لا كله بيبقى موجود. بيفتح لي الشاشه اهيت ثلاثي الابعاد، وبتبدا بقى تختار من المكتبه بتاعتك. يعني لو انت عايز ترسم مثلا اي حاجه مثلا بولي سوليد تبدا ترسم اهوت. وبعد كده تطلع الحيطة بالشكل دوت، وتقدر تختار نوع الحيطة من المكتبة اللي هنا، ودي الخصائص لأي حاجة تعمل عليها سيلكت يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. مثلا تغير اللون، مثلا تغير اللاير، تغير اللاين تايب، الماتيريال نفسها لو انت عايز تغيرها، وتقدر تستعين بالمكتبة ديت لو انت حابب. بتجيب لك بقى الحيطة دي مكونة من كام طبقة والسكنس بتاعها قد ايه، الفاكشن بتاعها قد ايه، وهكذا. هنشوف كل الحاجات دي بعد كده ان شاء الله ازاي نبدأ نشتغل بيها وازاي نقدر نعمل مشروع من خلال البرنامج دوت.